ما عليه شوف دايم اسمع صل على النبي دايم في كل بداية فقرة تسمعني يا سلطان سلطان في كل بداية فقرة بتكون في إشكالية في فهم الفقرة وفي طريقتها والأمور طيبة وابشروا بلعوا بإذن الله بإذن واحد أحد أني أسعى أجيب أشياء تسركم وتنفعكم أكثر من النقاط بإذن الله ما لكم اللي يصير خطرك كيف فقرتك؟ لا سيف 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 خذ راحت تم عيني في سيف ايش حاب تقول؟ طيب بقول فريق الشوام وفريق الرايقين وفريق الجوارح السؤال الأول الفريق الشوامة واللي هو في المجال الثقافي يقول لك جاء على الشاشة عرض السؤال على الشاشة ريلاكس ريلاكس الوضع طيب انت حبي الشوامخ الثقافي فريق الشوامخ ما هو الجرفاس ما هو الجرفاس ثلاث خيارات بعدها يبدا التايمر لك الحقيه في ثلاث مزايا سم. تمام سم ادوك يا سم النمر الترباس الاسد بدا الترباس ثبت جاوبت نعم وكانت الثواني 26 والاجابه ما تعرفها وتعتبر اكراحل هذا ايش فيه اكراحل يا ولد اقول الترباس ايش فيه جاوب انت جاوب وين انت ما تعرف الاجابه شكله يقطع عندكم طالعين واحد ما تثقون فيه طيب الاجابه بما انكم تشوفونها صعبه ورمعتها رمي ليه ما حولتها الله يوفقنا وياكم الاجابه الصحيحه هو الاسد واضح جدا يا اخي من العجله هن دامه ومن التاني السلامه احول لك احلف ما عليك طيب تعوضونا بالجاي تدري ايش المشكله يا اخوان رحل ولا حول ايش رحل تدري ايش المشكله مش دقيقه يا الربع تدري وش المشكله وش المشكله شوف انا خصمت هذه راحت ببالها المشكله في الجرفاس ما ادري وش هو ومعطيني في الخيارات النمر الترفاس في الترفاس الجرفاس شوي انا متعمد احط اس اس صلعني انا متعمد احطها كذا لو رحلتها جاوب اي واحد منهم قال الترباس راحت الله يصلح عوض الخير خلاص يا رب 300 نقطه قيمه السؤال ما عندنا نجمد صح لما عاد ورانا حد لا ما تجمد لا باقي وراك واحد والله عاد باقي بس انت جمدت اخويك جمد قبل شوي ما ادري تجمد جاوب عبد الواحد من قبل عبد الواحد ابو مسفر جمد جاوب عبد الواحد خلاص تجميد مرة واحدة لك راحت اي عندك اتصال جمهور عندك تحويل السؤال اتصال جمهور بعدين ولا بالفقرة اتصال جمهور الحين الحين يا رجال لو طلبت اتصال جمهور سنة الرابع ما استخدمه شيء ما حمدري صلية طيب والله فات صلية اعطونا الكاش الله يعافيكم على الشاشة حلوة والارقام عشان الجمهور لو بغى يتصل معنا يا اخوان ربيك طيب السؤال الفريق الرايقين اسلم في المجال الأدبي يا سلام في قسم الأدب من أصعب الأقسام معروف فريق الرايقين معروف خطير جدا السؤال يقول من هو أمير الشعراء؟ يوك ولك ثلاث خيارات امرؤ القيس نزار قباني أحمد شوقي عد الخيارات امرؤ القيس نزار قباني احمد شوقي تامر شغال ترى احمد شوقي ثبت ثبت يا اخوي والثقافه والجمله يا رجال دقيقه امرؤ القيس يا شيخ يا اخوي لا صح 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 كم الثواني ترى صحيح كم ثبت عليه امرؤ القيس الملك الظليل ذو القروح هذا احمد شوقي سالته عدى خمس ثواني نعم نعم جاوب 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 واجابه قال اجابه صحيح احمد شوقي احمد مبروك مبروك هو امرؤ القيس لا ولا عليكم امر ثبت التايمر على على طول اول ما خلص الاجابه متاخر شوي خذ لها ست ثواني ظني سبع ثواني ارتب والله خلص عد السؤال عد السؤال انا المسؤوليه وراي اخويا لكن 20 ثانيه نقول مبروك لك تحية الرايقين
السؤال عند فريق الجوارح في القسم الرياضي. الله فريق جوارح. الرياضة. عشق أي أنت الرياضة. محبين الرياضة. الله عليك. عطى. نبي نشوف. تذكر لابد من صيد الفهودي صاد. لابد صيد الفهودي صاد. الله الله. هلقتي هذا الهي. يقول من الحاصل على لقب أفضل حارس في دوري روشن السعودي لعام 2024؟ الخيارات وبعدها عندك تايمر ولا عليك أمر. يا أخي ريح في مقدم يا أخي. خليك معي ولا عليك أمر محمد. على خشوع. الخيارات والتايمر يبدأ بعد الخيارات على طول. ياسين بونو، إدوارد مندي، مايلسون. 2024 ها؟ عندك. حولها عليه على نايف. حول. عارفة أنا. خلاص خلاص خلاص. يا الرابع. أنا عارفة والله إني عارفة. ولا عليك أمر. سم طال عمرك. نعم يا مرحبا. أبشر. طيب. أعطني السؤال أعطني خيارات. السؤال يقول من الحاصل على لقب أفضل حارس حلو في 2024؟ حلو. اللي هو خليك معي. قاعد أقول لك فكر. يا أخوان أتمنى كاميرا تكون موجودة. أقول لك فكر. تقول له فكر وأنت عارف إنه ما يعرف كيف. سم طال عمرك. ياسين بونو، إدوارد مندي، مايلسون. شوف مايلسون اجابتك. ياسين بونو. ثبت على مايلسون. والله هني عارفه. والله هني عارفه. والله هني عارفه. ياسين بونو. يا اخي اقول سالفه عارفه. والله هني عارفه. بيلف. طيب انا اقول بيلف. لا لا يقول كذا معليش. حارف مو هذا يقول كذا فكر يعني الاول. طيب. حركاتك. قبل شوي نفس الفريق حول على نفس الفريق. ألف نقطة. هو إيش جاوب إيش قال؟ وكان. طب دقيقة حول مرتين. تركي السبيعي. تحويلتين عندك. تحويل مرتين. هي الوحيدة مرتين. كم بقاطكم بالله. وتركي خسر في 300 نقطة وحولوا عليه بطنك يوجعك. والله إني عارفة سهل جدا بس أحول عليه لأنه قام يقول يصاد الفهود يعيد أشياء ما يعرفها. طيب. حفر. حفر عندك وقع فيها. راحت ألف نقطة عليك ولكم ألف نقطة. صيده مرة ثانية. أول أشكرك على الفقرة. وعجبتني فقرة ادحم. خلوا على رسول الله. وعجبتني فقرة ادحم. يقول انفض غبار البشوت ولا تهاب الصعود. ادحم اكتوف الرجال وكسر صدورها. لا تعيش انسان عايدي بين زحمة يسود. اصرع نفسك بطولة والعب دورها. تستاهلون. كهرباء بدايته طبعا هاي شو وجهك طول عمرك بعد راسي ابشر بالعمر من يجي ويدحم في الجوله الاخيره فيصل تصرفوا بطريقه